تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم، أنا لآخر لحظة معكم لتحضير لاختبارات الفصل الثالث. أمامي الآن اختبار متوقع جديد في مادة الرياضيات، تابعوه معي للأخير لأنني سأشرحه لكم بالتفصيل. لدينا التمرين الأول، حول الكسور العشرية التالية إلى أعداد عشرية، يعني أعطيك أعداد فيها الكسور، 10، 100، و1000 هي التي نسميها كسور عشرية، ونحولها لأعداد عشرية يعني بالفاصلة. 515 على 1000 يعني هذه 3 أصفار، ندي 3 أعداد من هنا ونضع الفاصلة، 0.515. 125 على 10 عدد واحد ونضع الفاصلة، 12.5. وهنا 215 على 100 عددان ونضع الفاصلة، معناها 2.15. رتبها ترتيب تنازلي، تنازلي يعني من الكبير للصغير. هنا لدينا 0 12 2، أين هو العدد الكبير؟ هذا 12.5 أكبر من 2.15 أكبر من 0.515. التمرين الثاني، أحسب عموديا العمليات التالية، 135 ضرب 100 هي 135 نزيد لها صفران، أن الضرب في المئة نزيد صفران، وإذا حسبناها عموديا كما طلب منا ستكون بهذا الشكل، في 0 أصفر، في 0 أصفر، في الواحد يبقى العدد كما هو، هيا بنفس الطريقة. 120.1 ناقص 10، نحسبها هنا، ناقص 10، 10 ما عندهاش الفاصلة، معناتها راهي فاصل صفر، ويجب أن نضع الفاصلة تحت الفاصلة. إذن لدينا 1.0111، 110.1، 17.37 زائد 3.12. يجب دوما أن تحرص أن تكتب الفاصلة تحت الفاصلة عند الحساب. 9.4.10 تساوي 20.49. التمرين الثالث، ما هي مرتبة الرقم 5 في الأعداد التالية؟ 5 هنا بعد الفاصلة، سموه الأعشار، مرتبتها هي الأعشار. مرتبة 5 هنا الأولى بعد الفاصلة اسمها وحدات، لأنها جاءت قبل الفاصلة. المرتبة هنا، هنا الفاصلة، لدينا وحدات عشرات، 5 هي مئات، هنا رتبتها هي مئات. التمرين الرابع، يقول ارسم مستطيلا ABCD طوله 6 وعرضه 4، 6 هكذا، 4 هكذا، هذا هو المستطيل الذي طوله 6 وعرضه 4، قال احسب محيطه. المحيط ماذا يساوي؟ محيط المستطيل قاعدته هي الطول زائد العرض ضرب 2، لدينا 6 زائد 4 تساوي 10، ضرب 2 تساوي 20، تساوي 20 سنتيمتر هو المحيط. الوضعية الإدماجية، انطلق رياضي من مدينة في اتجاه ملعب لكرة القدم، المسافة التي تفصل المدينة بالملعب تقدر ب 8500 متر. يقطع الرياضي في المرحلة الأولى 3000 متر، وفي المرحلة الثانية 4490 متر، ما هي المسافة التي قطعها الرياضي خلال المرحلتين؟ 3000 زائد 4490 تساوي 0.947، 7490 متر. ما هي المسافة التي تفصله عن الملعب؟ الملعب كان 8500 وقطع 7490، إذن هي العملية عملية طرح، 8500 ناقص 7490 تساوي 1010 متر، هي المسافة التي تفصله عن الملعب. حول المسافة الباقية إلى الكيلومتر، هذه 1100 إلى كيلومتر، لدينا متر، ديكامتر، هكتومتر، متر، كيلومتر، بالكيلومترات تساوي 1.10،
10 تساوي 1.0، 10 كيلو متر، 1100 متر تساوي 1.0 10 كيلو متر. إذا بهذا الشكل أكون قد أجبت عن هذا الاختبار. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. في أمان الله ورعايته، تابعوني لأن هناك دوما الجديد المفيد إن شاء الله.